حصلت ايه؟ لا لا في واحد جاي. وبعدين ايه العمل؟ ما فيش غير حل واحد. كل واحد فينا يتمد القتيل. لا لا الفرد. فل ايه؟ الفرد احسن ما اروح السجن. يلا خذي لك واحد تكل على الله. كمان عربيتك سليمة، فرملت اليد كانت في زرجنة. اتفضل اركب. طب وال ايه؟ لا انفت جلدي يا روح ما بعدك روح ليهم رب. بتشرب شاي؟ اتفضل معانا، خليك زي ما انت لغايه اللي جوه ما يخرجوا. بقى ده معقول يا سعاده البيه؟ الجتت اللي ملقحه جوه دي تخرج؟ طب واللي مش جتت؟ نعم انا عملت المستحيل عشان اوصل الحياه دي يا شهيره. انا كنت متاكده من كده يا سيدي، كنت متاكده. خبير البصمات صاحبي اكد لي ان البصمه اللي خدناها للجثه ملهاش اي علاقه بالبصمه اللي خدناها من على الحيطه. تتعاطى ليه دلوقتي؟ المفروض خبر زياده يفرحك. طب بابا فين يا سامي؟ والبوليس ليه بيقول انه مات؟ ومين اللي ورا ده كله؟ هو ده السر اللي انا عايز اعرفه. انا مصمم الف مره اكتر من الاول انا لازم اوصل له. صدقتني يا سامي. قولي صدقت نفسك. ضروري اقابل عقيد كمان. ضروري افهمه ان انا صح وانه مغرور وانه يبطل الحركات اللي بيعملها معايا. لا احنا لازم نتحرك لوحدنا. من غير ما حد يعرف يا سامي. اللي عملناه ده تدخل في عمل البوليس، مؤكد هيضايقه لو عرف. نتحرك ازاي واحنا عاملين زي اللي عايشين في حاره سد مقفله من كل ناحيه زي الضمره؟ انت هتتراجع تاني يا سامي؟ انا معاك وتحت امرك في اي لحظه يا شهير. كلميني عن المرحوم، عن صحابه، عن حياته. احنا في عرض اي خير توصلنا الحقيقه. اخر ليله قبل الحادثه ما دخلش المعمل، حاول يقعد معايا طول الوقت، كلمني في حاجات كتير عمره ما كلمني عنها. لسه سمع صوته في وداني وهو بيقول اني عمل حاجات كتير علشان مستقبلي، ودلوقتي جه دوري علشان اعتمد على نفسي. كان بيتكلم وعينه جواها دمع، ما صدقتش انها موجوده. لبس هدومه واخد شنطه صغيره في ايده، كان ماسكها زي العيل الصغير اللي خايف على شنطه المدرسه لحد يخطفها منه. بابا كان بيتصرف زي ما يكون اخر مره هيشوفني فيها.
ما تيجي نغير الموضوع. ها؟ بابا هو خارج بسني يا سامي. ده تصرف طبيعي ممكن يعمله اي اب مع بنته. ده تصرف عاطفي عمره ما عمله. كانت كل تصرفاته بالعقل وبالعلم. بابا عمره ما كان عاطفي. تتصور ان عمره ما بسني وانا صغيره ولا وانا كبيره. ويوم ما بسني كانت اخر مره اشوفه فيها. مش ممكن. لازم في سر ورا تصرفاته دي له علاقه بالحادثه. طب كفايه قصدي عني. مش قادره من هذا الوحش. انا متاسفه يا سامي. تعرفي نفسي اعمل معاكي زي ما كنت بعمل مع منى اختي لما بتعيط. ازاي؟ بالزعل ولا حاجة؟ أستاذ سامي وهدان ساكن هنا؟ أيوة بس هو مش موجود دلوقتي. حضرتك الآن سموني أخته مش كده؟ تعرفيني كمان؟ حد ما يعرفش القمر. إحنا هنفضل واقفين هنا على الباب؟ اتفضلي. الحقيقة ما أعرفش ما قلتلكيش اتفضلي إزاي. اتفضلي. ما عشان ما تقصديش أنا قلتها بنفسي ولا ابقى غلطان؟ يا خبر اتفضلي استريحي. كنت احب اقابل الاستاذ سامي لو ما يضايقكيش اسال ليه؟ اصلا ما بيخبيش عني حاجه. وبعدين ما قاليش ان يعرف ست حلوه تجنن كده. هو فعلا ما يعرفنيش لكن انا اعرفها. افهم من كده ان سام اخويا له معجبين زي نجوم السينما؟ الاستاذ سامي محفظته وقعت منه. انا كنت ارجعها له. لو مش هيتاخر تسمحي لي استنى؟ بقالنا ساعه بندور ما اعترناش في اي ورقه فينا. كل شيء في حياة بابا كان غامض. هو كان غامض بعقل. مفيش غير آخر ليلة كان قاعد معايا، سمعته بيكلم واحد أكتر من مرة. وسكت على نقطة مهمة زي دي إزاي؟ كان بيقوله إيه؟ الراجل اللي كان بيكلمه اسمه إيه؟ بيقوله إيه؟ ما سمعتش. مش كان قاعد معاكي بتقولي؟ لا، أيوه بس أخد التليفون وراح بعيد، وكان بيتكلم بهمس. استنى استنى. افتكرت. اللي كان بيكلمه كان اسمه حاجة المرجوشي. في بني آدم في الدنيا اسمه حاجة المرجوشي؟ مش كده يا سامي، يعني اسمه الاولاني ما سمعتوش لكن اسمه التاني المرجوشي. في الامر لله ندور من الاول على اي ورقه يكون فيها معلومات عن سحاج المرجوشي. بطلي لعبي ودوري. سامي بص بص الظرف ده مكتوب عليه اسمه وعنوانه. عطاطا المرجوش الفلكي. سامي الهانم مستنياك من بدري. اهلا وسهلا. وانا في الحقيقه انا لو اعرف ان في حد مستنيني ما كنتش اتاخرت. ايه ده؟ وحلوه كده؟ ده انا ما كنتش خرجت. الظاهر الاستاذ سامي مجامل زيك يا انسه منى. ابدا ده انت اللي متواضعه خالص يا نرجس. محفظه حضرتك لقيتها. اتفضلي. برافو عليكي. الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي يعني. عرفت الاسم منها قلت فرصه اجي اتعرف عليك. انا كنت زعلان قوي على الاوراق المهمه اللي فيها. على فكره انا قارئه قديمه لمقالتك يا استاذ سامي. ده انا بيقرا لي جمال ده كله. أنا من النهاردة حكتب كل يوم. بقول يا منى أنت مش عندك بروفة النهاردة باين. أه صحيح. أه طب عن إذنكم هغير هدوم. لا أبدا براحتك. أهلا أهلا. طب أستأذن أنت بقى. ده كلام حد يقول كده؟ بقى بعد ما بقينا لوحدينا وهنبتدي نرغي تقومي تستأذني؟ بعدين
عنوان اهو. انا محتاجه اتكلم معاك في موضوع خاص. بس لازم نبقى لوحدنا. انا شخصيا احب حكايه لوحدنا دي. يا ريت تفهمني وتساعدني في الموضوع ده. قوي قوي. الواحد اليومين دول المساعدات نازله ترف عليه بوفره وبكثره. قربت تفهم. انا فاهم من بدري. يعني موافق تتعاون معايا؟ من دلوقتي لو حبيت. موضوع شغلك وشغلني. يا ريت تقولي على المعلومات اللي عندك فيه. وانا كل نظر. شوفي حضرتك، انا اكتر واحد يفهم في الحب. خلاص، وانا مستنيه منك تليفون تعزمني على فنجان شاي. مين ده؟ ده انا هاريك التليفون. بيجنني. ما تيجي من غير تليفونات ومن غير حاجه ونتقابل كده على طول. باي. من غير تليفونات. من غير حاجة. من غير تليفونات.